من الصحة النفسية إنك أنت تغير مزاجك وتغير نفسيتك وتغير حياتك. من الصحة النفسية إنك أنت تغير صحتك النفسية البايظة، يتغير صحتك النفسية والمزاجية الخربانة اللي عايزة تبقى حلوة من جديد، ويتعمل لها إعادة تأهيل من جديد. من الصحة النفسية إنك أنت تستمتع بيومك وتعيش حياتك بسعادة وأمل، مش من الصحة النفسية إنك أنت تخرب النفسية بتاعتك وتخرب صحتك النفسية وتخليها بايظة. يعني مثلا تقعد في البيت طول اليوم على مدار مثلا شهور ولا سنين. من الصحة النفسية إنك أنت تخلي صحتك النفسية والمزاجية تكون حلوة. هقول لكم إزاي. يعني مثلا صحتك النفسية تغيرها إزاي؟ من خلال مثلا تروح تخرج، تشرب لك قهوة، تعمل لك قعدة حلوة في محل قهوة، تعمل لك رياضة، تستغل يومك. لو عندك بحر تروح تغير جو، تشوف لك حاجة حلوة تعملها في يومك. لأن كثرة الجلوس في البيوت بتسبب الأمراض النفسية والمزاج بيبوظ، وأنا عارف الحاجات دي مجربها كويس. فمن الصحة النفسية إنك أنت تحسن نفسيتك، تخلي صحتك النفسية تبقى حلوة. إزاي أنا أخليها للأفضل؟ ما خليهاش تبوظ أكتر وتبقى سودة، لأ. من الصحة النفسية إنك أنت تستمتع بيومك وتغير مزاجك، وحلاوة اليوم إنك أنت تشرب لك قهوة، تفطر فطار حلو، تشرب قهوة، بعدين تروح مثلا تعمل لك رياضة، تستمتع بيومك. وهكذا هو عنوان الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس.